يخرج عن ولاية الله. ولاية الله يخرج عن يعني قبضة الله، سلطان الله. والخامسة كلمة لا تأكل من رزق الله. ألا إلى الله ترجع الأمور. من لهذا الصغار نحن عليها يوم تبكي الآباء قد جاءت لي كتبكم وجاءت لي فاطمة نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فإن أبنتم على بيعتكم أصبتم رشدكم وإن نقضتم عهدكم وأخلفتم بيعتي قدما صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود له وأن يرزقني هذا المحراب للإمام علي عليه السلام. موجود. لا 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 لا
هاي العباس امورك ان شاء الله دائما بخير والله انا كويس لانه باي باي حتى يعلم الناس ما يقول شغله سريه لما تجي تعلم بنت خفصه لما نعيد الخط سلام عليك عليكم السلام ورحمه الله هذا روح عشانك هلا هاي سامي شلون صحتك شلون طبعا سامي صديقي من زمان يعني هسه هو بعدين عرض اللي انت غطيت اللي ما ذكرتك اكل اكل هذا شنو اكل ما شاء الله اكل والله هذا ثاني بعد كرم حتى تشوفوه شلون حلو الجديد هذا الجديد هذا هذا شلون ما شاء الله خلينا نجمع لنا ديناصور سيد دي شكر هذا وايد لا اشوفه واحد اقل هاك عباس والله جنة يا مدته جنة المنزل الكوفة والشباب الحلوة الكوفة كافية والزهرة والله هناك متنفس انتوا صوركم وهاي من تشوفها متابعها متنفس انت الله هو شو صار بس ديجا روحي لك يعني لو بس متغير يعني شيء بعد كلنا نزاب والله جاي طلع شيخ والله هذا راح في خالص شنو الخامسه اشتغلت لا لا ما احنا اربعه كافي مع الاسف يعني بسرعه جبني انا شو لها موقف الا نزل على اليوتيوب مال الخامسه اذا انت مو من جماعتنا اذا مو الخامسه اذا خامسه يعني خامسه اربع عندك اي والله انا خامسه اي هي خامسه عندك شيء انا ما عندي شيء وحده لا تعرف الناس راح اكل خلف التواليس عندي شيء هدية كلش جميلة عاشت ايدك الله يوفقك شكرا جزيلا ابو زيود تدللون بخدمتكم شكرا ابو زيد على الهدية راح اضل ذكرى ان شاء الله الله يهديك خدمتك طبعا خربان ضحك علي يعبون رصيد سجلت اول ابتدائي اسمها كانت الكفاح دوامين وبن حيان الثانيه نفس المكان الله هذا البيت نفسه والفرع هذا كنا نجي به ونروح للمدرسه الكفاح اهلا وسهلا صور سجاد صوره سجاد الورد هذا سجاد الطيب شو اسمك انت امير هذا امير